بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على حبيبه المصطفى وآل بيته وصحابته أهل التقى والهدى. أحبتي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، أينما كنتم تقبل الله صيامكم وصالح الأعمال، ثم أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء معكم وبرنامجكم يدعون إلى الخير، المقتبس من قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. نلتقي من خلاله بكوكبة من علماء وأساتذة ومثقفي هذه المدينة المباركة، مدينة العلم والعلماء، الموصل الحدباء. رحبوا معي بفضيلة الشيخ علي أسامة الرفاعي، مسؤول شعبة الوسطية والاحتلال في دائرة الأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا وحياكم الله. كما رحبوا معي بفضيلة الشيخ عمار أحمد صالح الراشدي، إمام وخطيب جامع الونسة في الموصل الجديدة، ومدير تفتيش شعبة المساجد في دائرة الأوقاف في نينوى. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك شيخنا العزيز. أحبتي المشاهدين الأكارم، عبادة من العبادات القلبية الجليلة، وهي من أجل المنازل للسائرين إلى الله تبارك وتعالى وأعلاها وأشرفها. مدح الله سبحانه وتعالى أهله وأثنى عليهم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمع الرجاء محور حلقتنا لهذا اليوم، ما تعريف الرجاء وما العلاقة بين الخوف والرجاء؟ نبدأ مع فضيلة الشيخ علي أسامة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يبلغني رضاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أمسية رمضانية مباركة، وتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومن المشاهدين الصيام والقيام. آمين الله. نرحب في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عمار أحمد الراشدي في هذه الحلقة المباركة وفي هذا اليوم الأغر من أيام شهر رمضان المبارك. وبعد، الرجاء بمعنى الثقة وبمعنى الطمع بما عند الله سبحانه وتعالى من المغفرة والرحمة واليقين برحمة الله سبحانه وتعالى معنى عظيم، لأن الرجاء عنصر هام في حياة الإنسان. إذا فقد الإنسان الرجاء فقد كل شيء، لأنه سيقع في اليأس وسيقع في القنوط وسيقع في القلق والاضطراب وتنهار معنوياته، خاصة أن الإنسان يعيش في هذه الحياة في خضم أمواج من المشاكل والفتن والأزمات والكوارث، وتعصف به الرياح، فلا بد له من أن يعيش بهذا المعنى وهو الرجاء. ولذلك شهر رمضان أيضا جعل الله سبحانه وتعالى فيه أبواب، فتح فيه أبواب للرجاء، نعم، وسع فيه المغفرة وأجزل فيه العطاء، ضاعف فيه الثواب، كل هذا حتى يكون الإنسان في طمع بما عند الله سبحانه وتعالى. جميل. فلذلك اخترنا اليوم في هذه الحلقة أن نتحدث عن هذا المعنى، نعم، معنى الرجاء، وكيف يكون الصائم في صيامه يعيش مع هذا المعنى حينما يفطر ويرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى. جميل. يدعو الله عز وجل، يرجو رحمته ويخاف عذابه. جميل. فاليوم
سيكون حديثنا إن معية شاء الله تعالى إن شاء الله الشيخ نعرف معنى الرجاء، تعريف الرجاء، العلاقة بين الرجاء والخوف إن شاء الله. فضيلة الشيخ عمار، بعد الترحيب بالسادة المشاهدين نسمع منكم تعريف الرجاء، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام من الله السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ علي أسامة المحترم والشيخ عبد الرحمن المحترم، جزاكم الله خير الجزاء على هذه الأمسية الرمضانية الطيبة المباركة. باسمي وباسم مديريتي أوقافي نينوى نهنئ العالم الإسلامي والأمة الإسلامية والشعب العراقي على وجه الخصوص، ومدينة محافظة نينوى مدينة الموصل على وجه خصوص الخصوص بحلول شهر رمضان المبارك. اللهم تقبل منا صيامه وقيامه. آمين. شيخ العزيز، كما تفضل الشيخ علي أسامة بارك الله فيه وهو يتكلم عن الرجاء. الرجاء لو نبتدي بقول الله تبارك وتعالى، يقول ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتعريف الرجاء كما عرفه الشيخ علي بارك الله به، الرجاء هي عبادة قلبية تتضمن الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. جميل. هذه العبادة يعني تفتقر وتصل إلى المعرفة بوجود الله تبارك وتعالى. نعم. فلو تعرف العبد إلى الله تبارك وتعالى بهذا الذل وبهذا الخضوع وهذا الإذلال لله تبارك وتعالى، امتلأ القلب. فإذا امتلأ القلب بهذه العبادة، عبادة الرجاء، حصل عندنا الامتلاء الزائد لها. ولهذا لو تطبعنا آيات القرآن الكريم، نعم، والسنة النبوية المطهرة، نجد أنه الآيات التي تتكلم عن الرجاء كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك الأحاديث التي تتكلم عن الرجاء كثيرة عنه. فنرى في الآيات التي تتكلم عن الرجاء أنها عندما تسير ذكر الجنة ثم ذكر النار ثم الوعد والوعيد، جميل، الإفراط التفريط، الرغبة والترهيب، هذا إن دل فإنه يدل على لكي يصل العبد إلى مرتبة الخوف والرجاء، لأن الخوف والرجاء عبادتان متلازمتان. هذا يعني ما يدعونا إلى سؤال فضيلة الشيخ، أن الله تبارك وتعالى يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن هناك علاقة بين الخوف والرجاء، هذا ما سنعرف إجابته من جنابكم بعد فاصل قصير. أحبتي المشاهدين الأكارم، من هدي نبينا نستقي وعلى حبه نلتقي لنرتقي بعد فاصل قصير، انتظرونا بمشيئة الله تعالى. عدنا إليكم مجددا أحبتي المشاهدين الأكارم، ومحور حلقتنا لهذا اليوم عن الرجاء. قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين: أجمع العارفون أن الرجاء لا يصلح إلا مع العمل. فضيلة الشيخ، ذكرنا قبل الفاصل تعريف ومعنى الرجاء، أيضا طرحنا سؤال: ما العلاقة بين الرجاء والخوف؟ تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخي الفاضل، عرفنا الرجاء، قلنا هو عبادة قلبية، نعم، هي الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نعرف الخوف، هو السبيل، هو الطريق، هو السبيل للوصول إلى الطريق إيش؟ الموصل إلى الله عز وجل. نعم. الخوف من الله عز وجل. جميل. فلا بد للعبد أن يقرن الرجاء مع الخوف. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وفي قول الله عز وجل: وإياي فارهبون. فنرى إيش؟ قد وصف الله عز وجل أنبياءه وأولياءه بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. فهناك علاقة متينة بين الخوف والرجاء. علاقة قال عنها العلماء: خوف بلا رجاء يأس وقنوط.
ورجاء بلا خوف أمن من مكر الله عز وجل. لا إله إلا الله. فلا يغلب العبد جانب الرجاء. لماذا؟ لئلا يفضي به إلى الأمن من مكر الله عز وجل. ولا يغلب العبد جانب الخوف لئلا يفضي به إلى اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. فلا بد للعبد أن يلزم هاتين العبادتين في سيره إلى. ولهذا قالوا إن الخوف والرجاء الصادق. إن الخوف والرجاء الصادق. والرجاء الصادق يعني عندما إن الخوف المحمود الصادق هو الذي يحول بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل. لا إله. هذا من؟ هذا الخوف المحمود الصادق. وإن الرجاء المحمود الصادق هو الثقة بجود الله سبحانه وتعالى. فلا بد للعبد أن يكون له خوف محمود صادق، وأن يكون لنا رجاء محمود صادق، وثقة بالله تبارك وتعالى. جميل. ولهذا أجمع العلماء على أن الخوف والرجاء علاقة متينة متلازمة. جميل جميل. أيضا نأتي إلى سؤال فضيلة الشيخ، أنواع الرجاء ما هي؟ للرجاء أنواع. قسم العلماء الرجاء إلى ثلاثة أنواع. نعم. قالوا النوع الأول رجاء رجل صادق. رجاء رجل صادق. رجاء رجل صادق عمل بطاعة الله على نور من الله تبارك وتعالى. جميل. قالوا فهذا رجاء صادق. والنوع الثاني من أنواع الرجاء هو رجاء رجل أذنب ذنبا فتاب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا ما نحتاجه في زماننا وفي وقتنا هذا. جميل. وفي شهرنا هذا. نعم. نحن جميعا مذنبون. وشهر رمضان هو الفرصة لنا جميعا. نعم. فرجاء رجل أذنب ذنبا ثم تاب من هذا الذنب، فهذا رجل صادق في إيش؟ طامع في مغفرة الله تبارك وتعالى. نعم. ونوع ثالث رجاء رجل متماد، والعياذ بالله، صلى الله عليه، رجاء رجل متماد في التفريط والخطايا. الله أكبر. بلا عمل، ما عندنا عمل. نعم. يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا تكلمنا قبل قليل قلنا الرجاء يحتاج إلى عمل. لا بد من العمل. نعم. فرجاء النوع الثالث هو رجاء رجل متماد مفرط بالخطايا. يرجو رحمة الله تبارك وتعالى وليس عنده عمل ولا عمل له، فقالوا هذا رجاء كاذب والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. أعاذنا الله وإياكم من هذا النوع. آمين. الثالث، وجعلنا الله وإياكم من أصحاب المرتبة الأولى. آمين. 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 بوركتم ما شاء الله عليكم. شيخ علي، عندكم شيء في هذا المجال؟ نعم. يعني هو أؤكد على ما ذكره الشيخ أنه الرجاء هو ليس يعني اعتقاد فقط، وإنما اعتقاد وعمل. وعمل. وليس ادعاء فقط، وإنما هو ادعاء وأداء. هناك حديث لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. نعم. والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأماني. صحيح. إذن لا فقط يرجو رحمة الله ويرجو المغفرة وهو لا يتوب أو لا يعني يسعى في التوبة والاستغفار. إذن نعم. يعني المسألة فيها موازنة بين قضية الرجاء والخوف. جميل. في بعض المواضع يغلب الرجاء على الخوف، وفي مواضع أخرى بالعكس يغلب الخوف على الرجاء. نعم. يعني كما ذكر الشيخ أنه أكو إنسان يعني مسرف على نفسه، قانط من رحمة الله تبارك وتعالى، قد أتعبته الذنوب والخطايا، فيقول أنا شلون الله ما يغفر لي كذا كذا، فصار عنده قنوط من رحمة الله. فهنا يجب أن يغلب جانب الرجاء. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول الحكيم كل الحكيم الذي لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله. يعني لا واحد يشد على الناس فرد مرة بحيث أنه الناس تقنط من رحمة الله. يعني هناك في بعض الأحيان بعض الخطباء أو بعض الدعاة أو بعض المتكلمين أسلوبه بالدعوة أو طريقته في طرحه، يعني يريد أن يراهب الناس بس يبالغ. فالناس يصير عنده قنوط، يعني يقول لك أنا بعد هذا وما يفيد كل شيء، يعني عن نار عن نار، الرجاء ولا يبقى عنده، يفقد ولا هذا المعنى. أي نعم. والآخر بالعكس يسهل من الأمور فرد مرة بحيث أنه يعني ما يظل عنده خوف،
ما يظل عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. لذلك دائما في القرآن الكريم تذكر الجنة والنار متعاقبة، توازن. نعم، ترغيب وترهيب. نعم، ترغيب وترهيب. جميل. زين، أن عذابي هو العذاب الأليم، ورحمتي وسعت كل شيء، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم. دائما هذه الموازنة لازم تكون موجودة. جميل. حتى الإنسان يسير أو يطير بجناحين إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، جميل جميل. أيضا يحتاج إلى حسن ظن بالله تبارك وتعالى. نعم. أكيد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخنا. تكلم الشيخ مسألة يكون الإنسان يعني مرتبط بالله عز وجل. اليوم نحتاج إلى دعاة حقيقيين. هذا الداعية الذي يربط الناس كما تفضل الشيخ بالرجاء بالله تبارك وتعالى. يعني عندما تأتي إلى مثلا داعية أو الذي يدعو الآخرين إلى الله عز وجل، إذا فقط خوف خوف خوف، ترهيب ترهيب. نعم. فيحتاج إلى ترغيب، ترغب بالله عز وجل، أن رحمة الله عز وجل لا تجعله يصل إلى مرحلة اليأس. هذا اللي يحتاج، كما يعني ذكرنا آنفا، نحتاج اليوم في كل المجالات شيخنا، في كل المجالات، على المنابر وعلى وسائل التواصل، حتى أقصد في كل الأزمنة، ليس في رمضان يعني على وجه الخصوص. نعم. لكن رمضان هو فرصة، فرصة. للمسلمين، لمن رجع ولمن تاب إلى الله عز وجل. نعم. أن يقف هذه الوقفة وأن يبقى بهذا الرجاء متعلقا بالله عز وجل. جميل. ورحمة الله تبارك وتعالى أوسع وأكبر. جميل، بوركتم فضيلة الشيخ، وبورك ما قلتم. أحبتي المشاهدين الكرام، نبقى وإياكم مع الرجاء، لكن بعد فاصل قصير نواصل بمشيئة الله تعالى، فانتظرونا. أحبتي المشاهدين الأكارم، نعود إليكم مجددا وحلقتنا لهذا اليوم عن الرجاء. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فضيلة الشيخ، سمعنا تعريف الرجاء ومعنى الرجاء والعلاقة بين الرجاء والخوف، وذكرتم أنها علاقة متينة وقوية، وأيضا تكلمنا عن أنواع الرجاء. نأتي الآن إلى أقوال العلماء في هذه العبادة وفي موضوع الرجاء. نعم شيخنا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تكلمنا شيخي العزيز، لابد لنا أن نجعل هناك ربط للعبد بين العبد وربه. نعم. وأن تكون هذا الربط بمحبة الله تبارك وتعالى. جميل. أقوال العلماء عن الرجاء وعن الخوف كثيرة. نعم. فيقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه رحمة الله: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر. الله. هذا الطائر يقول: فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحه. الله. خوف والرجاء. الخوف والرجاء. جميل. ربطهم اثنين. جميل. المحبة هي محبة الله عز وجل. نعم. شوف يعني نقف مع رحمة الله عز وجل كيف، إذا الإنسان أحب الله عز وجل وعرف الله عز وجل يكون عنده رجاء كبير، خوف من الله عز وجل. نعم. فالسير إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر. المحبة رأسه، والخوف والرجاء جناح، وهو يحتاج إلى هاتين الجناحين. فيقول: فإذا سلم الرأس والجناحان سلم الطائر، كان طائرا سليما. يقول: فإذا متى ما قطع الرأس مات الطائر، ومتى ما قطعت جناحاه، شوف الآن وين أحسن، يقول: كان الطائر عرضة للصيد وللكاسر. لا إله إلا الله. هذا الخوف والجناح. جميل، كلام جميل. ولهذا قالوا: من أحب الله تقرب إليه. نعم. ومن رجاه أطاعه، ومن خافه ترك معصيته. لا إله إلا الله. تروي أم المؤمنين، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، في قول الله تبارك وتعالى، فقالت، تتكلم أيضا: قلت يا رسول الله، قول الله والذين يؤتون
والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة وجلة خائفة خائفة الله. فقالت يا رسول الله أهو الذي يزني أو يشرب الخمرة أو يسرق؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أنت يا رسول الله. فقال لها لا يا ابنة الصديق، بل الذي يصوم ويتصدق ويعمل ولكنه يخاف ألا يقبل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني من نقف مع منزلة الصحابة والتابعين وتابع التابعين، نقف هذه الوقفات. نعم. هو يعمل لكن هذا العمل سيقبل منه أم لا؟ الحسن البصري ماذا يقول؟ نعم. عن هذا. أما الحسن البصري فيقول عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. هم اجتهدوا في هذه الطاعات، اجتهدوا في هذه العبادة، فخافوا إيش؟ أن ترد عليهم أعمالهم. كان أحدهم يصلي ويقول الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي، ولا يعني أعلم أيقبل صلاة أم تقبل صلاتي أم لا. الله أكبر يعني. الله أكبر. هذه أقوال العلماء، يعني الوقت لا يسعنا أن أتكلم أكثر، لو كنا تحتاج إلى مجلدات وإلى حلقات إذا أردنا أن نتكلم عن الرجاء وعن الخوف. يعني وقفات العلماء، لو وقفنا مع يعني كل قصة لهؤلاء العمالقة لكفتنا والله. جميل جميل، بوركتم فضيلة الشيخ. الله شيخ، نسمع من الشيخ علي. الحقيقة من الأحاديث القدسية العظيمة في موضوع الرجاء ما جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. جميل. غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الله. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني بقدر السحاب ما السماء، ثم استغفرتني لغفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض أو بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذه يعني الحال أو هذا الحديث يشير إلى معنى عظيم من معاني الرجاء. نعم. أن الإنسان مهما فعل، مهما كان الذنب عظيم فليبقى وكبير، عنده رجاء بالله، لكن يجب أن يكون رجاؤه بالله سبحانه وتعالى موجود، وثقته بمغفرة الله تعالى موجودة. نعم. بل هناك قول لسيدنا عبد الله بن مسعود يقول ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على بالي أو على قلب بشر، يعني من سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى للناس. وأيضا هناك حادثة وقعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أنه دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك، يعني شلون وضعك؟ فقال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. يعني هي قضية كما قلنا الموازنة. نعم. أنه الإنسان لازم يكون في هذا الحال، يخاف، يخاف أنه إذا خوف ورجاء كان عمل ذنوب، عنده خطايا، عنده تقصير، فيخاف لازم من ذنوبه، وكذلك عنده رجاء من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. جميل. فإذا الإنسان يعني لابد أن يكون عنده هذا الرجاء وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى، وإلا يعني مشكلة أنه إذا الإنسان وصل إلى درجة القنوط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. جميل. بوركتم فضيلة الشيخ. هذا قالوا المؤمن يجمع بين الإحسان والخشية. نعم. وغير المؤمن يجمع بين الإساءة والأمن. لا إله إلا الله. كلمة أخيرة فضيلة الشيخ نختم بها. كلمة الأخيرة أختم بها في هذا اليوم هو أن نجعل الرجاء والخوف متلازمان في عملنا وفي عبادتنا. نعم. لله تبارك وتعالى، وأن لا نقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. جميل. بوركتم فضيلة الشيخ. الشيخ علي عندكم كلمة أخيرة نختم بها. لا ما شاء الله، ما شاء الله، كفيتم ووفيتم كلاكما، بوركتم وبورك ما قلتم ونفعنا الله بما ذكرتم. أحبتي المشاهدين الأكارم، أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي كانت بعنوان الرجاء من برنامجكم يدعون إلى الخير
وفقنا الله وإياكم للدعوة إلى الخير ولفعل الخير ولعمل الخير ولتطبيق الخير في جميع مجالات حياتنا. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لفضيلة الشيخ علي أسامة الرفاعي مسؤول شعبة الوسطية والاعتدال في دائرة الأوقاف، كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لفضيلة الشيخ عمار أحمد صالح الراشدي إمام وخطيب جامع الونسة في الموصل الجديدة ومدير تفتيش شعبة المساجد في نينوى. بوركتم وبورك ما قلتم ونفعنا الله بما ذكرتم، والشكر موصول إليكم أحبتي المشاهدين الأكارم على حسن متابعتكم وإصغائكم. حتى ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأماناتكم وصالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.